قاصف بوت طيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتا بريف حما. قاصف بوت طيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي. والدخان يتصاعد. 11/12/2015. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي. ولا يزال الحرب في الأجواء.